تقول ان شاء الله عصورين بعون اول مثل ما تشوفون المعنويات عاليه ما شاء الله وال الان بعد دقائق من الان سنبدا بعمليه تحرير الشرقاط ان شاء الله من هذا المكان بالاشتراك مع ابطال الجيش العراقي قوات الامنيه وسريه من شرطه صلاح الدين ونحن لواء 51 من عقد الشعبي. معنويات شلون يا شباب؟ حبيت الباب محمد.